قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم بهدف فتح الجرائم الإسرائيلية من خلال اللجنة التي شكلها البرلمان العربي لهذا الغرض، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني. التأكيد على ضرورة أن تكون الدول العربية متضامنة ومتآزرة لمواجهة العنف والإرهاب لحماية الوطن العربي والعيش بسلام، وصياغة رؤية برلمانية عربية مشتركة تحت مسمى الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات العربية للإشراف على إعداد هذا الميثاق. العمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال وتجريم كافة النشاطات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. بذل كافة الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين بجميع أشكال الدعم بما يمكنها من توفير الخدمات اللازمة له. الدعوة لعقد مؤتمر برلماني متخصص لمكافحة الإرهاب والتطرف تحت رعاية الجامعة العربية يدعى إليه المؤسسات الدينية العربية وخبراء التعليم والإعلام والثقافة وبعض ممثلي المنظمات المجتمع المدني لتدارس كيفية حماية شباب الأمة من الفكر المتطرف الذي يختطفهم من أسرهم وأوطانهم، ونشر ثقافة وقيم التسامح والاعتدال والوسطية، تنفيذ متطلبات إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ومحكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الإنسان باعتبارها خطوات أساسية لتعزيز المفهوم المشترك للأمن القومي العربي، تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وتمكينهما من القيام بدورهما في إطار منظومة العمل العربي المشترك، بحيث يكون البرلمان العربي هو الحاضن الأساسي للتشريعات العربية المشتركة وبوتقى للتجميع وتنسيق صوت المواطن في تعزيز العمل والتعاون العربي داخل منظومة الجامعة العربية. وضع بند دائم على جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية التي تعقد كل عامين بشأن مراجعة وتنفيذ كل الاتفاقات الاقتصادية العربية 25، وأن يتم وضع آليات عمل لتنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وأهمية تعديل النصوص الواردة في الاتفاقيات العربية بما يتوافق مع الأنظمة العربية. وضع خطة استراتيجية مشتركة للبرلمانات العربية تهدف إلى نبذ العنف والتطرف الفكري والثقافي والإعلامي، وترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية، وتفعيل لغة الحوار لتجنب الاستقطابات الطائفية والعرقية، ودعم المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لمعالجة الأزمات ذات الطابع الطائفي والعرقي. تفعيل دور البرلمانات العربية لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطارها العالمي وإطارها الاستراتيجي العربي المحدث، والنظر في إنشاء مركز للبحوث والدراسات داخل جامعة الدول العربية
يختص بهذا الموضوع وما يتعلق بالتغييرات المناخية، ويكون ذلك بمتابعة من مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والبرلمان العربي. تشجيع الاستثمار والتجارة البينية في الدول العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الموارد الطبيعية والارتقاء بمؤسسات الانتاج الصناعي والزراعي والقطاعات الخدمية. تقديم الدعم اللازم للدول العربية الأقل نموا وتوفير المساعدات اللازمة لها لتمكينها من إحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي. تطوير المناهج في كافة المجالات العلمية والفنية والتقنية وإيلاء العناية اللازمة بتعليم اللغة العربية. وفي النهاية أدان رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وكافة المجموعات التي تتخذ نفس الوسائل التهديد وسائل لتهديد السلم والأمن داخل الدول العربية، ودعم جمهورية العراق في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب، وتقديم المساندة والدعم لدولة ليبيا فيما تبذله من جهود في مكافحة الإرهاب. واستنكر المؤتمر اختطاف المواطنين القطريين الأبرياء الذين دخلوا الإرادة العراقية بصورة قانونية ومشروعة، والإعراب عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر ومساندتها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم. وختاما أعرب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية عن شكرهم العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة، ولكل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي على دقة التحضير للمؤتمر الأول والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعماله، وعلى ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال هذا المؤتمر. كما أدان المؤتمر احتلال إيران للجزر الإماراتية والدعوة لانسحاب كافة القوات الإيرانية من هذا الجزر لتعود إلى الوطن الأم الإمارات العربية المتحدة. ثانيا بيان مستقل عن القضية الفلسطينية القضية المركزية والتحدي الأول للأمة العربية. سيتلو هذا البيان معالي مرزوق الغانم رئيس المجلس الأمة الكويتي والاتحاد البرلماني العربي، فليتفضل. شكرا معالي الرئيس. بيان خاص بفلسطين صادر عن المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية القاهرة 25 فبراير 2016. أولا نؤكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة على خط الرابع من حزيران 1967 الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة والجولان السوري ومزارع شبع اللبنانية ما يزال هو التحدي الأول لأمتنا العربية والمصدر الأول الذي يهدد أمننا القومي. ثانيا اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباغي المقدسات المسيحية والإسلامية وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات بهدف تهويدها وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والتأكيد على عروبة وفلسطينية القدس، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها لتمكين المقدسيين من الصمود على أرضها الطاهرة باعتبارها
خطا احمر يستلزم اتخاذ المواقف العربية السياسية والاقتصادية العاجلة لمواجهة ما تتعرض له المدينة المقدسة. ثالثا، توفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتوسيع الدول المشاركة بعملية السلام، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من حزيران 1967، ودعم المساعي بالتوجه لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه لحماية حل الدولتين. وهذا تحدي يجب معالجته وجعله أولوية قصوى لعملنا كبرلمانيين. رابعا، دعم الهبة الشعبية الفلسطينية وإدانة الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يمارسه يوميا ضد الشعب الفلسطيني، من إعدام ميداني للنساء والأطفال والشيوخ والشباب اليافع، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن قطاع غزة، واعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تفعيل ودعم سلاح المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي الذي يتنامى ويتصاعد عالميا رفضا لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني. خامسا، دعم ومساندة الموقف الفلسطيني في وجه السياسات الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سميا وأن فلسطين مقبلة على اتخاذ قرارات وإجراءات لإعادة النظر في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، ويكون ذلك بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء كانت صادرة عن جامعة الدول العربية أم عن